اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الدؤ انجح واسهل حريره يمكن توجدوا في رمضان، والا تبعتوا الفيديو حتى الاخر انا نتيقن انكم غتوليو تسرعوها وتطيبوها مزيان. ولكن قبل ما ندور الفيديو مشيت عند اكسبريس باش نتقدى واحد الكوكوت ديال لينوكس باش نبرعكم شهوات ان شاء الله في هذا رمضان وندور لبركه الله. اول حاجه كنشدوا البصله مع شويه ديال القزبر ومعدنوس والكرافس، كنديروا شويه الماء وكنطحنوه مزيان سواء في الخلاط الكهربائي سواء في لاجيراف اللي متوفر عندنا حتى كيولي على هذا الشكل. من بعد كنجيبوا الكوكوت ديالنا وكنخويو فيها الخليط اللي ديجا طحنا. من بعد كنضيفوا اللحم مسمرقد وشويه ديال العدس والطريفه ديال اللحم والعظومه، معلقه ديال مطيشه الحك وشويه ديال السمن، وكنضيفوا التوابل الملحه البزار الخرقوم شويه ديال سكينجبير وراس معلقه ديال القرفه، وكنجيبوا مطيشه كنسلقوها وكنطحنوها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كنضيفوا شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده غير شويه، وكنروويو بالماء سخون وكنحركوا مزيان الكوكوت ديالنا وكنسدوا عليه وكنديروا فوق البوطه طيب على خاطره. ومن بعد ما الحريره ديالنا دخل معها الطياب كنضيفوا شويه ديال الشعريه وضامت البنه اختياريه، كنحركوا كلشي مزيان. من بعد كنديروا جوج معالق ديال الفوص وشويه ديال الماء وكنخلطوا كلشي مزيان وكندوروا الحريره ديالنا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وفي الاخير كنقردوا شويه ديال القزبر كنضيفوا على الحريره ديالنا وكنخليوه لمده ديال 5 حتى 10 دقائق. وهالحريره ديالنا وجدات كيف ما قلت لكم راه سهله بزاف وبنينه، ولزنا شويه الحامض كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، بالصحه والعافيه. وما تنساوش تدخلوا الرابط اللي في صندوق الوصف وتشاركوا في المسابقه ديال الاكسبريس وتفوزوا جوائز قيمه.